أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في درس مادة التاريخ للمرحلة الثانوية مقررات. اليوم إن شاء الله بإذن الله في الوحدة الخامسة راح يكون درسنا بإذن الله الدرس 33 اللي هو أسس الدولة. أسس الدولة نقصد طبعا المملكة العربية السعودية. نقول بسم الله ونبدأ بأول الموضوع. أولا راح كتمهيد نأخذ سؤالين موجود عندنا. السؤال الأول هو متى تم توحيد المملكة العربية السعودية؟ السؤال الثاني هو في أي عام توفي الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو متى توحيد المملكة، احنا ذكرنا في الدرس السابق ان المملكة توحدت في عام اللي هو او في يوم 21 إذن 21 من شهر جمادى الأولى من عام 1351 هجرية، هذا يوافق واحد من برج الميزان، هذا بالنسبة للتاريخ الهجري. لكن إذا جينا نتكلم عن التاريخ الميلادي هو 23 من سبتمبر من عام 1932 ميلادي، هذا هو كان تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية بعد أن جمع الملك عبد العزيز شتات هذه الأرض وأراد توحيدها تحت مسمى المملكة العربية السعودية. يهمنا كثيرا التاريخ هذا لأنه يوافق أو هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بمعنى كل سنة نحتفل في هذا اليوم اللي هو يوافق اليوم الوطني. ثانيا عندنا في أي عام توفي الملك عبد العزيز رحمه الله. الملك عبد العزيز رحمه الله توفي في عام 1373 هجرية، هذا كان عام وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله. الآن هذا كان كتمهيد، بعدها نتكلم عن اللي هو أسس المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية علشان نبدأ أولا لازم نفهم ما هي الأسس. الأسس هي الأعمدة، أي مبنى أو أي شيء لازم يكون له أعمدة يقف عليها. فالمملكة العربية السعودية تقف على أسس ثابتة، أعمدة ثابتة هي التي تسير البلاد. نبي نتكلم فيها طبعا ونأخذها بشكل مفصل. أولا نبي نأخذ نبي نقول عن الأسس كاملة نذكرها ثم نبدأ نفصل في كل أساس. إذن بكتب هنا أسس المملكة العربية السعودية، وأذكر إنها ثلاث أسس عندنا في المملكة. إذن نقول هنا واحد وهنا الثاني وهنا الثالث. الأساس الأول عندنا هو الأساس الديني الذي نقف عليه، هو الأساس الديني. الأساس الثاني عندنا هو الأساس التاريخي، والأساس الثالث عندنا هو الأساس التنموي. إذن ديني تاريخي تنموي، هذه الأسس التي تقف عليها المملكة العربية السعودية. نفصل فيها ونقول بسم الله. إذن هذه طبعا صورة المملكة العربية السعودية، أنت ترى هذه مناطق المملكة العربية السعودية، ترى دولة مترامية الأطراف، ولذلك هذا اللي نبي نتكلم فيه الآن اللي هو أولا راح نتكلم عن الأساس الديني. الأساس الديني عندي أولا من أين يتبادل الذهن، من أين تستمد المملكة العربية السعودية المبادئ لها؟ أولا لازم نذكر النقطة هذه لأنه نقطة مهمة جدا. تشريعاتنا مبادئنا نستمدها من القرآن الكريم، إذن نستمدها من القرآن الكريم، هذا رقم واحد. ف
ثانيا نستمدها من السنة النبوية. ذلك يؤدي إلى رقم ثلاثة اللي هو بما أننا نستمدها من القرآن الكريم والسنة النبوية، إذا إحنا نهتم مسألة الإسلام، ولذلك إحنا نهتم في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام. طيب، الكلام هذا كله أكد عليه الملك عبد العزيز في خطبه، كان كل خطبه يتحدث عن الأمور هذه لأنها كانت هاجس لديه ومهمة. ولذلك هنا الملك عبد العزيز كان يذكر في خطبه أن المملكة العربية السعودية تتحمل شرف مسؤولية خدمة الإسلام والمسلمين. في جميع الخطب كان يذكر الكلام هذا. طيب، الكلام هذا لما توفي الملك عبد العزيز رحمة الله حمل أبناءه على عاتقهم نفس المنهج، ولذلك لما ظهر عندنا النظام الأساسي للحكم، ونعرف أنه وضع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في وقت الملك فهد بن عبد العزيز. متى؟ كان عام 1412 وضع النظام الأساسي للحكم في المملكة. من ضمن البنود اللي احنا نتكلم عنها الآن اللي هو البنود بما يخص الإسلام أو ما يخص الدين الإسلامي، اللي هو زي ما قلنا احنا الأساس الديني. فكان تتضمن البنود هذه، تضمن أولا أن المملكة دولة إسلامية، ثانيا اللي هو طبعا أنه دين أهل الإسلام، ثانيا عندنا دستورها الكتاب والسنة اللي هو القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من مسؤولياتها هذا في الدستور أو نظام الحكم في المملكة، من مسؤولياتها اللي هي خدمة الحرمين الشريفين والدفاع عن عقيدة الإسلام. طيب، إذن نقول نرجع ونكرر أنه في عام 1412 صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وكان ينص على أن المملكة دولة إسلامية اللي هو دينها الإسلام. ذكر أو ذكر في الدستور أو ذكر في نظام الحكم أن المملكة السعودية تستمد دستورها من القرآن والسنة النبوية. ثالثا، مسؤولية المملكة السعودية هي خدمة الحرمين الشريفين وحماية عقيدة الإسلام والدفاع عنها. طيب، الآن انتهينا من الأساس الأول، ندخل على الأساس الثاني اللي حنا قلنا من باب التذكير أنه ذكرنا أنه الأسس الديني التاريخي التنموي الديني انتهينا وذكرناه. الآن راح نتكلم عن الأساس التاريخي. الأساس التاريخي هو لازم نفهم فكرة أن المملكة العربية السعودية جذورها من مئات السنين. يعني أنت تتكلم عن الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الأولى اللي أسسها الإمام محمد بن سعود رحمه الله كانت في عام 1157. لما نتكلم عن 1157 هجري، هذا كان بداية ظهور الدولة السعودية الأولى. فظهرت الدولة السعودية الأولى، استقرت البلاد، ظهر الأمن، ظهرت الدولة فعلا بكل أركانها. بعد ذلك جاءت الدولة السعودية الثانية وأكملت المسيرة وبسطت النفوذ. لازم نفهم أو يعني نقتنع بشغلة مهمة جدا، اللي هي أنه من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم تمر على الجزيرة العربية مرحلة استقرار ومرحلة أمن إلا بعد ظهور الدولة السعودية. ولذلك هذه الأهمية اللي عندنا. لما أجي الآن وأتكلم عن اللي بعدها اللي هو الإرث التاريخي للأسرة، الإرث التاريخي للأسرة السعودية يمتد، احنا قلنا من بداية الدولة السعودية الأولى على الثانية إلى وصولاً بالدولة السعودية الثالثة. إذن هذا يدل لي على شيء مهم جداً، يدل لي على أن الأسرة أو الدولة قادرة على تأسيس أو توحيد البلاد، تأمين الاستقرار. يعني لا، ما دامها دولة مستمرة كل السنوات هذه كلها، الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة، إذن هذا يدل لي أنه فعلا الدولة قادرة على تحقيق الأمن واستقرار في هذه البلاد. ولذلك لما جاء الملك عبد العزيز عمل على النقطة هذه وتحقق التلاحم طبعا الحقيقي. هذا التلاحم إذا جيت الآن في المملكة العربية السعودية تجد شرق البلاد، غرب البلاد، شمال، جنوب، كلهم متلاحمين فعلا، كلهم تحت راية أننا لا إله الله محمد رسول الله وتحت الدولة اللي هو المملكة العربية السعودية. طيب، هنا نجي لرقم ثلاثة. إذا نرجع ونقول أننا
هنا إذن اللي هو قلنا حنا ديني، وقلنا الثاني اللي هو تاريخي، والآن بنذكر ثالثا اللي هو تنموي. الأساس التنموي نرجع لنفس النقطة اللي تكلمنا فيها بالأساس التاريخي، إنه المملكة العربية السعودية لما جت أو جاءت الدولة السعودية الأولى وجاءت الدولة السعودية الثانية، بس خلينا نتكلم عن الدولة السعودية الأولى، كان في هناك تنمية بالبلد، كان في تنمية في الدولة نفسها اللي هي الدولة السعودية الأولى، وأصبح هناك استقرار، أصبح هناك تنمية في البلد. بعدها الدولة السعودية الثانية قامت بما قامت به الدولة السعودية الأولى. لما جاءت الدولة السعودية الثالثة وكان اللي هو المؤسس فيها الملك عبد العزيز، انتشرت النقطة هذه أو ظهرت النقطة هذه اللي هي مسألة التنمية. ولذلك لما أتكلم عن التنمية في المملكة العربية السعودية راح تكون واضحة، أي إنسان موجود الآن راح يرى جوانب التنمية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لأن هذا زي ما قلنا أنه مستمر من الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة. الملك عبد العزيز اهتم بمسائل، اهتم أولاً بانتشار الأمن، لكي تكون دولة لابد أن يكون عندك أمن مستقر في أرجاء الدولة، اهتم مسألة الاستقرار في البلد، واهتم نشط الحركة، نشط عدة أمور. أولاً الحركة الاقتصادية بالبلد، وضع هناك حركة اقتصادية، فعلاً البلد بدأت تمارس نشاطاتها، استمرت الدولة السعودية في ذلك. طيب هنا في نقطة مهمة، احنا ذكرنا ان الملك عبد العزيز الان وضع الامن، وضع الاستقرار، وضع نهضة كاملة، تنموية كاملة. السؤال، هل كان الموضوع بسيط او كان الموضوع سهل؟ ابدا لم يكن كذلك، وجد عقبات، وجد صعوبات، ولكنها كلها بحمد الله وفضله يعني بجهود الملك عبد العزيز تم التغلب عليها، من بعده جاء ابنائه وتغلبوا عليها. ولذلك لما نرى التنمية الموجودة في بلادنا، لأنه في ناس عملوا على هذا المجال. في نقطة عندنا، طبعا عندنا موضوع مهم اللي هو الملك عبد العزيز، احنا ذكرنا انه اهتم بالجوانب التنموية اللي هو في الدولة السعودية الثالثة. طيب الملك عبد العزيز وضع نقاط عديدة، اشتغل على نقاط عديدة، نبي نتكلم الآن عن بعض النقاط، بعض ذكر بعض النقاط اللي الملك عبد العزيز بداية الدولة بدأ فيها. أولاً أول عمل أو أي أهم الأمور اللي هو الحرص على تأمين مورد مالي للدولة، بمعنى أنه الملك عبد العزيز الآن بدأ يؤسس الدولة، الدولة لازم يكون لها أمور مالية حتى تستمر. ولذلك بحث الملك عبد العزيز عن أمور فعلا يستطيع فيها الصرف على الدولة وإقامتها بالشكل الصحيح. نذكر من هذا أهم عمل قام فيه الملك عبد العزيز، اللي هو إبرام عقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط. نعرف كلنا شركة سوكل الأمريكية، الملك عبد العزيز وضع عقود أو وقع عقود معهم للبحث عن النفط في المملكة العربية السعودية. تم البحث فترة من الزمن حتى ظهر البترول، نعرف أنه أول بئر بترول اللي هو بئر الدمام اللي يسمى البئر السابع، سمي بعد ذلك في بئر الخير لأنه هو أول ظهور للنفط في المملكة العربية السعودية. هذا أدى إلى أنه المملكة العربية السعودية تزدهر اقتصادياً، بدأت المشاريع التنموية بعد ذلك، وبدأت إدارة شؤون البلاد. ثاني عمل قام فيه الملك عبد العزيز رحمه الله له توطين البادية. نعرف أنه جزء من سكان البلاد كانوا من البادية، لم يكونوا مستقرين. فالملك عبد العزيز لما أراد إنشاء الدولة كان يعني بنظرته أنه لازم البادية يستقرون في المناطق ليساعدوا في تكوين النهضة والتنمية في البلاد، وفعلا وضع حلول للمسألة هذه اللي هي مسألة التوطين. أولا إرسال العلماء لتوعية اللي هو البادية وبالتالي استقرارهم. ثانيا اللي هو فتح المدارس عندنا
لفتح المدارس في لأهل البادية ليقوموا بإحضار أبنائهم. لما يحضر أبنائهم يبدأ التعليم، يبدأ الأبناء في صناعة التنمية في البلد. اللي بعده اللي هو توطيد الأمن، هذا قلناه، والاستقرار، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة بدون وجود أمن واستقرار في البلد. لا بد يكون هناك أمن استقرار حتى يعيش الإنسان مستقر فيها. هذا كان ثاني شيء عندي. نجي الرقم 3 عندنا اللي هو تشجيع العلم، بمعنى أن الملك عبد العزيز كانت فيه نسبة موجودة من سكان البلاد إما لم يتعلم، إما كان التعليم بسيط جدا، فكان على لابد أنه يظهر العلم، ينشر العلم بين الناس. فوضع حلول، أهم الحلول اللي وضعها الملك عبد العزيز، أولا زي ما قلنا سابقا اللي هو فتح المدارس، هذه نقطة مهمة جدا، أني أبدأ من النشأ من الصغير إلين يكبر. بعدها إرسال البعثات، بمعنى أنه يوجد بعض العلم غير موجود في البلاد فموجود خارج البلاد. الملك عبد العزيز قام بإرسال بعض السكان خارج الممكر بالسعودية للتعلم وزيادة خبراتهم، وبالتالي قدومهم وإعطاء الخبرات اللي اكتسبوها. استخدام المعلمين الأكفاء، طبعاً لقلة المعلمين في ذلك الوقت اضطر الملك عبد العزيز أنه يحضر المعلمين، جزء من المعلمين من خارج البلاد، وبعد ذلك تم الاستغناء تدريجيا حتى تم ولله الحمد سعودت جميع الوظائف المعلمين. هذه بالنسبة لموضوعنا. إذا أنا برجع الآن هنا، إذا ذكرنا حنا قلنا إذا الأسس، وذكرنا أولا كان الأساس الديني، ثم ذكرنا الأساس الآخر كان الأساس التاريخي، ثم ذكرنا بعد ذلك الأساس الثالث اللي هو كان الأساس التنموي، وذكرنا النقاط عليها. الآن نبي ننتقل جانب ثاني عندنا، بعض الأسئلة اللي توضح لنا سواء في الدرس. نقول هنا عندي أول سؤال عندنا يقول لك في أي عام سين، في أي عام كانت المحاولة الأولى لاسترداد الرياض؟ نعرف كلنا أن الملك عبد العزيز رحمه الله قدم إلى الرياض قبل دخولها اللي هو 1319، قدم قبل ذلك بسنة، كانت هي المحاولة الأولى، ثم المحاولة الثانية وهي اللي دخل في الرياض 1319. إذن الجواب راح يكون هو عام 1318 هجرية. عندي السؤال الثاني يذكر لي اللي هو هنا سؤال أذكر بعض الأعمال التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله لتنمية البلد. احنا ذكرنا أمثلة نذكرها بشكل سريع. أولا رقم 1 احنا قلنا توفير مصادر اقتصادية للبلد، هذا رقم 1 توفير مصادر اقتصادية للبلاد. وبعد ذلك ذكرنا ثانيا اللي هي توطين البادية، وبعدين ذكرنا ثالثا اللي هو تشجيع العلم. كان هذا جواب السؤال. عندي سؤال الأخير يذكر من أين تستمد
المملكة العربية السعودية دستورها. ذكرنا ذلك وذكرنا أن المملكة العربية السعودية تستمد دستورها من القرآن الكريم والسنة النبوية. القرآن الكريم هذا كان الأول، ثانيا هو السنة النبوية. في سؤال يرتبط بما سبق، السؤال هو متى صدر نظام الأساسي للحكم في المملكة، وفي عهد أي ملك كان ذلك؟ صدر النظام، احنا ذكرنا انه صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عام 1412 هجرية، في عهد من؟ في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. ذكرنا انه من اهم بنوده انه ينص على ان دستور المملكة العربية السعودية يستمد من القرآن والسنة. إذن بشكل سريع الآن نتكلم عن اللي هو الأسس المملكة. احنا ذكرنا هذه المملكة العربية السعودية، انت ترى احنا قلنا انها تقوم على ثلاث أسس. الأساس الديني ذكرنا فيه أن المملكة العربية السعودية تعتمد على أو تأخذ تشريع من القرآن والسنة، تهتم مسألة خدمة الحرمين الشريفين. الملك عبد العزيز اهتم وذكر ذلك في جميع خطبه. انعكس هذا على اللي هو النظام الأساسي للحكم بالمملكة اللي صدر عام 1412 هجرية، كان ينص على أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، دستورها القرآن والسنة، مسؤولياتها خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين. ذكرنا ثانيا الأساس التاريخي، وذكرنا أن المملكة العربية السعودية أساسها من ظهور الدولة السعودية اللي هو عام 1157 على يد اللي هو محمد بن سعود، الإمام محمد بن سعود وما تلا ذلك. ولذلك يتضح من هذا أن المملكة العربية السعودية قادرة والأسرة الحاكمة قادرة على إنشاء دولة مستقرة آمنة لديها نهضة، لأن لها عمق تاريخي. الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، ومن ثم الدولة السعودية الثالثة. ذكرنا بعد ذلك اللي هو عندنا كالأساس التنموي، وذكرنا أنه من بداية الدولة السعودية الأولى مرورا بالدولة السعودية الثانية كان هناك تنمية موجودة، والتنمية هذه ذكرنا أنها لم تكن موجودة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين. أصبح هناك شتات بالجزيرة العربية حتى ظهور الدولة السعودية الأولى، ومن ثم الدولة السعودية الثانية. في عهد الملك عبد العزيز اللي هو ظهر اللي هو الأساس التنموي، يعني ظهر جليا. الآن مجرد أنك تمر في المملكة العربية السعودية راح تنظر للكلام هذا. نعرف أنه آخر شيء الملك عبد العزيز واجه أو وضع ثلاث أشياء كان مهمة له، اللي هو أولا الحرص على تأمين مورد مالي للدولة، وذكرنا اللي هو من ضمن الأمثلة على ذلك اللي هو قدوم الخبراء للتنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية. ثانيا ذكرنا توطين البادية، وذكرنا اللي هو إرسال العلماء، فتح المدارس والمساجد، تشجيع العلم ثالثا، وقلنا بإرسال سواء من العلماء أو إحضار المعلمين أو إرسال البعثات لخارج المملكة العربية السعودية. هنا يكون درسي قد انتهى. شاكر لكم حضوركم. كان معكم الأستاذ أحمد الميلم.